نكون في هذا اللقاء الخاص اللي غيجمعنا اليوم بالدكتور أمين بن جلون، أخصائي في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. واليوم مشاهدينا غنطلقوا الموضوع جد مهم. موضوع ديالنا اليوم هو كيفية تربية الأطفال تربية سليمة أو ما بات يعرف بالتربية الإيجابية. أهلا بك دكتور. مساء الخير على الله وشكرا على الثقة اللي درتيو فيا. حنا نشكروك على حسن الاستضافة ديالك، ربي يخليك. دكتور، شنو هما الأخطاء اللي كتطلب من الآباء أنهم يتفادوها في التربية ديال الأطفال ديالهم؟ السؤال ديالك جميل، يعني فبلاص ما تقول لي شنو خصنا نديرو، قلبتي قلتي لي شنو اللي ما خصناش نديرو، ويمكن هذه هي اللي مهمة. شنو اللي ما خصناش نديرو عاد باش يبان لينا شنو نقدروا نديرو. غنبدأ بواحد الحاجة مهمة اللي هي البال. البال يعني الإنسان ما كيولي إنسان ما كيتكون غير إذا سلفناه بالنا حنا الناس الكبار. يعني تربية صغيرة عاد زادت عندها إمكانيات نورو ديفلوبمنتال بيولوجيك كيف ما صنعها مولانا، ولكن هذوك الامكانيات نقدروا نطفيوهم ولا نقدروا نحافظوا عليهم ولا نقدروا نزيدوا فيهم شويه اذا عطينا لهذيك التربيه الصغيره البال. وهذا البال هذا اللي غنتكلموا عليه هو اللي خصنا نعطيو عاوتاني لوليدات ديال 4 سنين 5 سنين وديال وفي المراهقه. يعني البال شنو هو؟ هو انا جالس معاك بحال دابا انا وياك، كتشوفي فيا كنشوف فيك، كتصنتي ليا كنتصنت ليك، كتحترميني فاش كنهضر فاش كنسكت، فاش غتهضري غنسكت ونخليك تهضري، وغنمشي على المستوى ديالك. يعني بحال دابا الوليدات صغار فاش كيتزادوا تيكون عندهم دي ريتم، وقت الماكله وقت النعاس وقت لا طواليت، وقت بزاف الوالدين ما كيحترموش هاد لي ريتم دو باس، هما فوضويين وجابدين معاهم هذوك التغيبيات ديالهم في الفوضى. بحال دابا غادي ياكلوا بصداع التلفازه مشعوله والغوات وداكشي، دونك سا ريسبكت با التربيه الوليد كيفاش كيتكون. دونك عندنا هاد 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 المشكل هذا وما كاينش البال، ما كاينش البال. نبداو بالتربيه الصغار. الاهداف الاولين ديال كل اب كل ام فاش كيتزاد هذاك الوليد هي نكون واحد الموقف اللي الدري غادي يكون في طمئنان ياك، وفي نفس الوقت نتفرق منه، نتفرق منه ماشي هي ننساه ولا نتخلى عليه. هي عنده وقيتات ديالو، عندي وقيتات ديالي معاه، فهذوك الوقيتات ديالي انا معاه، بالي كله معاه، ماشي غنجاوب في التليفون ولا غنتفرج في التلفازه ولا غنهضر مع الزوج ديالي ولا، يبقى بالي معاه. يعني نركز مع الطفل ديالي في ديك الوقيته، في هذيك الوقيته ولو 10 دقائق 15 دقيقه شاده، وليني انا معاك ماشي انا مغوب المال. دوك فاش كان نغسل ليك بالي معاك، فاش كان ندير لك لي ماساج بالي معاك، فاش كان نوكلك بالي معاك. ما نقدرش نعطيك البزونه وانا جالسه كنتفرج في التلفازه، ولا دايره لك البيبرون هكا وانا جالسه كنتفرج في التلفازه. يعني وهذه كنشوفوها، يعني كتبغي تقول لهم انهم يعطيو الاهتمام ديالهم الكامل للاطفال ديالهم. فاش كنعطيك البزوله راني كنهضر معاك، فاش كنعطيك البيبرون راني كنشوف فيك في عيني، كندوش لك يوميا يوميا، ماشي على النظافه، باش كنقيسوهم، باش كنغنيو ليهم، باش كنديرو ليهم لي ماساج، باش هما كيتكونوا في الجسم ديالهم وفي العقل ديالهم، كيعرفوا راسهم كاينين، وكنخلقوا واحد الرابطه بيننا وبين الاطفال. بزاف ديال الاباء بحال دابا ما كيبغيوش يدوشوا لوليداتهم، غنقولوا نهار مدام نهار الاب بحال دابا، ولكن بالو يكون معاه. دونك
نعطيك بالي وقيد ديالي معاك شاد ياك، نحترم لي ريتم ديالك. و بحال دابا كنقولوا للدراري الاباء خصهم الدراري يبداو ينعسوا بوحديتهم في بيتهم على شهرين ثلاث شهور، وهذه الخدمه ديال الاباء، يفيقوا في الليل يخليوا الزوجه ديالهم ترتاح، هو ينوض هو يحطي البيبون وهذاك الشيء. كما كنقولوا خاص بحال دابا ماشي مع عامين نفطمهم من البزوله على ست شهور، ما يفوتش ست شهور ضغطها. شنو السبب؟ السبب سي ال 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 هذيك كنخرجوا من سبب السنه ولا اللي ما عندها حتى علاقه مع الطب ولا مع العلم، كنبقى في شي حوايج اخرين، وليني كدوز من لا سيباراسيون انديفيديو، خصني نتفارق منك، خصك ما تبقاش هذاك مومو صغير مرتبط بك وانا مرتبط بك ياك. يلاه كيبداو يجلسوا، يلاه كيبداو يجلسوا على 7 شهور 8 شهور، كنبداو نقراو قصص وهو اكتئاب، هذاك الكتاب كيقول هاب هاب، كيجري على كره، ها مشي شكا دير 100، كنمشيو بالمستوى. الدري كيبدا كيستوكي كيجمع في الكلام، كنقولوا الدري خصو يكون كيعوم في لو لانغاج، اون بارل دو بان دو لانغاج، راه كيعوم في لو لانغاج، دونك خصنا نعطيوه اهتمام، نشوفوا فيه، نهضروا معاه هذا. ويالله كيبدا يتمشى على عام وشهرين عام ثلاث شهور لاكريش، ما عنده ما يدير في الدار، لقيتاش ما كاين حتى شي اب حتى شي ام على نص ساعه ولا ساعه الله روب، احنا لعبنا العجين، احنا شطحنا، احنا لعبنا برمنا، احنا شدينا ستيلوات لونا، احنا تعلمنا شويه النظام، ما كاين حتى شي اب حتى شي ام. اش كنشوفوهم؟ كنشوفو تتقول لك الام انا حبست من الخدمه باش نقابل وليداتي، ايوا لاله اش درتي؟ ايوا كنطيب كندور الشقه والدري، اذا راه شعلت ليه التلفازه. دونك كتقول ان من الحوايج الضروريين اننا اون فوا وصل واحد السن معين نرسلوه لاكريش، لان هذيك لاكريش غتلعب واحد الدور مهم في التكوين ديال الشخصيه ديال هذاك. غادي ما خصكم تعرفوا بان الذكاء 80% ديال الذكاء كيتكون ما بين صفر، كاين اللي كيقول عامين، كاين اللي كيقول 3 سنين. دونك مهم هذيك اللحظه ما نزقلوهاش، فاش كتشوف الدري كيدخل تربع سنين خمس سنين عاد كيدخل لا غروند ولا هذاك، غضيع بزاف وما كيقدرش يرجع. دونك انا اللي كنقول البال كل واحد شاد بلاصتو، فاش نكون معاك بالي معاك ياك، قصاص بكري ليكول لا كريش على يلاه يبدا يتمشى شاد على رجيلاتو يمشي، ولا يمشي غير هذاك الصباح يدخل يتغدى ينعس، وفاش يدير عامين يكمل عامين ونص يقدر يبدا يمشي النهار كله، وفاش يدخل عاوتاني اهتمام، عندك عامين عندك اللعاب ديال عامين، انا باك غندخل من الخدمة عيان، غنغسل وجهي، غنشرب كاس داتاي، وغنقعد معاك نص ساعة ساعة الله روب، غنلعب معاك أنا مك، غنجلس غنلعب معاك، غنقرا لك قصص. يعني أنت ممنوع الغوات، ممنوع الضرب، ممنوع العقوبات، ممنوع السبان، ولو هاد مقارنة بالغير يكون دار اللي دار. دراري كيوسخوا، الدراري كيهرسوا، الدراري كيخربقوا لك الصالون، الدراري كيكتبوا في الحيوط، وهادشي كلشي عادي طبيعي. وبالنسبه للناس اللي كتقارن وليداتها بالغير او لا كتقارن بين الاخوه في بيناتهم، كتقارن هذا احسن من هذا، ممكن هذا حيت كيجيب نقط عاليه، ممكن هذا لانه مربي وما كيبرك وما كيديرش البساله، هنايا شنو كتبغي تقول للاباء؟ هو هذا الشيء كيغضنا لهذا المشكل الاول ديال البال.
ديال البال. إذا حطيتك البال وتعلمت أنا باك نجلس معاك يوميا ساعة ساعة، كنلعبوا لي بوزل، كنلعبوا الطامه، كنلعبوا الكارطة، في 5 سنين نلعبوا سطانج، كتعلم تركز، كتعلم هذاك التركيز اللي غتحتاجوه في القسم راك تعلمتي على طريقه ديال اللعب، ديال الحب، ديال الطمئنان في الدار. عاد باش تقدر تمشي تعلمتي تخدم عقلك، تعلمتي خدمتي لا ميموار ديالك. وكاين واحد الحاجه واحد المخدره قويه شديده خارجه علينا ارهابيه كاع، وهي التلفازه. هي التلفازه، هما لي طابليت، هما التليفونات. قبل كنا كننصحوا الدراري ما يشوفوش الشاشات قبل من 3 سنين، دابا طلعنا على 4 سنين 5 سنين. يعني الدري الصغير ديال الاسره هو اللي كيعطينا الميزان. يعني عندك دري ما عندوش ما وصلش 4 سنين 5 سنين، ما كاين حتى شي تلفازه في الدار. لا على الاب ما يتفرش في غاجه والويدان، ما كاينش الام تفرش في سامحيني ولا ما عرفتش داك التخربيق ديالهم، وما كايناش. اللي كاين هي جالس معاه كنشوف فيه كتشوف فيا، كان لعبوا كان هضروا معنا منديو، كل واحد كيشد الكشه ديالو. الله يصبحك على خير. بالنسبه للاباء دكتور، كنلاحظوا ان كاين واحد الحاجه سميتها الحب المشروط. يعني انت ولدي كنبغيك مادام انت كتسمع ليا، انت ولدي كنبغيك مادام انت كدير داكشي اللي انا كنبغي، وداكشي اللي بحال مفروض عليك انك ديرو. خاصك تجيب مزيان، انا كنخلص عليك باش تجيب مزيان، انا كنقريك باش تجيب مزيان، وانا كنعطيك موفر لك الشروط كامله باش تكون ولد اللي انا نفتخر به مع الناس. يعني هذا الحب المشروط، واش كتشوف انه ممكن ياثر مستقبلا على النفسيه ديال الطفل؟ هاد الشيء لا لا كيخرج على الدراري. هاد السيمانه شفت جوج العائلات خدامين بهاد السيستم اللي وصفتي دابا. واحد وليد عنده 8 سنين، واحد وليد مراهقه عندها 14 عام، كيخمموا في النطيحه. كيوصلنا لشي حوايج اللي خايبين بزاف. قيتاش كيف ما درتي راك ماشي في المستوى ديال هذاك الاب اللي كيتمنى، يعني كيتعاملوا مع ولادهم بحال مشروع، وعمرو ما غادي يوصل. قيتاش واخا نجيب لك 16 غتقولي لا كان خصك تجيب 18، لا كان خصك تكون انت هو الاول المدرسه، لا خصك تكون انت هو الاول الاكاديمي. هذا مشكل عند الاباء، وكيعرض الدراري واحد الساعه كيطلقوا كل شيء، كيحبسوا كل شيء. وحتى الله طريقات باش غادي يعالجوا نفوسهم عطاهم الله، او المخدرات، او محاوله انتحار، او انحراف، او علاش مالنا. الوغ زيد على هذا الشيء انا غنحكم بك بواحد الطريقه سلبيه، ما غنديهاش فيك، خلصت عليك لا بدا ما دير. انا واحد سؤال كنقول للدراري قدام الوالدين ديالهم، كيبقوا الوالدين كيخنزروا فيا، كيشوفوا فيه بواحد الطريقه. السؤال هي كيسكو تي دوا تي بارون، اش كتسالهم؟ ما كنسالهم والو. يخلص عليا المدرسه، يخلص عليا السباحه، يخلص عليا الدروس، اذا وما نسالو والو، واجب عليه نسالو الاحترام اذا هو كان كيحترمني. اذا با امي ما كانوش كيحترموني، ما عندي لاش نحترمهم، ماشي واجب. نبداو هما نكمل انا، الوالدين يبداو الطفل يتبع. وهاديك الساعه فاش كنقولها بحال انت شفتي فيا بواحد الشوفه، ماشي هي هادي، بحال تعجبتي. وكيقول لي وزق لان كيتابعونا مجموعه ديال الناس، وما كنظن انهم مجموعه ما غيتفقوش معاك في هذه القضيه، ما يتفقوش، ما يحترموش. لا
ما انا نصلح ولدي، نضرب ولدي، نسب ولدي ويحترمني، اش فيا ما كي ولي خاف مني ماشي كي يحترمني. هذاك شوف الخوف ماشي هو الاحترام. اما بيان سور هادشي انا كنحترم الشرطه والكسوه ديال الضابط، وليني هذاك الضابط راه ما كيخلعنيش فعلا، خصني نحترم هذيك الكسوه، المعنى ديال هذيك الكسوه. يعني انت كتقول لنا خاصنا نربيو في وليداتنا الحب ديالنا والاحترام ديالنا ماشي الخوف منا. وهذيك جايه منها من انك تحترمهم من البال، غنحترم الامكانيات ديالهم، الامكانيات ديال الوليد ديال 3 سنين ماشي هو ديال 6 سنين ماشي هو ديال 9 سنين، البال طريقه باش غنعطيه اللعب اللي غنلعب مع ديال 3 سنين ماشي ديال 6 سنين ماشي ديال 9 سنين. ياك خصني نتفاق معاهم، عندهم افكار ديالهم، علاش غنفرض عليهم الافكار ديالي؟ كل ما غنفرض لي الافكار ديالي كل ما غنقتل العقليه ديالو النفسيه ديالو ولي كاباسيتي ديماجيناسيون ديالو. ودكتور بغينا نختموا اللقاء ديالنا اليوم بواحد السؤال اللي حنا دابا كنعيشوا في واحد الوضعيه وبائيه مع كورونا، كنحاول اننا نتاقلموا معها، مجموعه ديال الناس اللي بالغين وتاثرت فيهم كورونا، فما بالك الدراري الصغار. فبالنسبه ليك شنو النصيحه اللي تبغي تقدمها للاباء في نهايه ديال اللقاء ديالنا؟ هاد الخوف ديال كورونا الوغ تشدت عند الناس اللي كان فيهم اولا نوع ديال الخوف قبل الكورونا، اللي كانوا خايفين على وليداتهم، ما يخليهمش يخرجوا يلعبوا في الدار، ما يعرضوش على صحابهم، ما مشيو. وشفنا هادشي تزاد تشدد، والعائلات تشدوا، ولا واحد الضغط جاي مع لابغا على الاباء على الوليدات، والضغط ولات بحال شي كوكوت مينوت بقى لها والو تفاقع. اللي كتجي في الوليدات، شفنا عاوتاني بزاف ديال الناس تفاقوا طلقوا. شنو النصيحه؟ انه نصيحه خصهم اولا كل واحد يديها شويه في راسو، شويه ديال الانانيه. بحال دابا انا كنبغي الباسكت، انا الاب كنمشي نلعب الباسكت واحد خطره ولا جوج مع صحابي، انا الام كنبغي غاسم ولا غاص نمشي نشطح واحد خطره ولا جوج مع صحاباتي وندير هذاك. الاباء يتلاقاو بعضياتهم، المعاشقين قبل من الاباء، وعاد نعطيو شويه الوقت للوليد. دونك الاب يديها شويه في راسو الحاجه اللي كيبغي يدير خطره ولا جوج، باش يلقى داك الجهد هذيك القوه باش يرجع لدارو. مادام كذلك لو كوبل امورو، لو كوبل امورو ماشي لو كوبل بارونتال، المعاشقين قبل من الاباء، يديها فيها يديها فيه، وعادي يعطيو كل واحد منهم شويه ديال البال شويه. يعني انت كتبغي تقول ان الواحد يدير، ماشي انا اللي كنقول، راه الكتوبه ديالي انا كنعرض عليك الدروس ديالي، راه ما كنقول والو انا، هادو اللي كيقولوا لي. بغيتي توصل لهم ان في هذا الوقيته اللي هي واحد الوقت اللي عصيب كنعيشوا حنا كاملين، نحاولوا نرفعوا على ريوسنا، وهذا الشيء غينعكس بالايجاب على النفسيه ديال الاطفال ديالنا، وغيخرجهم من هذاك الهاجس ديال الرعب اللي ربينا فيهم فهاد كورونا. هادشي اللي كاين. ياك شكرا لك بزاف دكتور على هذا الكم الهائل من المعلومات اللي قدمتي لينا، وشكرا على النصائح اللي قدمتي للمشاهدين ديالنا. ونتمنى واخا بزاف ديال النصائح ما غاديش يعجبوهم ولا يزعزعوهم شويه، يخموا فيهم، يزولوا الشاشات من الضيوف، يلعبوا مع كل طفل بوحدو، يعطيو كل طفل شويه ديال الوقت، من نوع الغوات، من نوع الضرب، من نوع السبان، من نوع العقوبات، كيكلف بزاف هادشي. ومن بعد كنوصلوا ان اوتر ايتا ديكيليب، وكيكونوا مطمئنين شويه ان شاء الله، وحتى الاباء كيربحوا. شكرا بزاف دكتور. وهكا كنكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم مشاهدين أنفاس تي في، نلقاكم إن شاء الله في موعد جديد قريبا إن شاء الله في موضوع جديد.